اهلا بحضراتكم من جديد. رجعنا لكم لارض المونديال ومعنا على الهاتف يا باشمهندس المحلل الرياضي الجزائري الرائع حكيم سبع. كابتن حكيم اهلا بيك. مساء الخير استاذ ابراهيم ومساء الخير لكل الاشقاء المصريين وخصوصا الجمهور العريض لنادي القرن النادي الاهلي. استاذ حكيم انا عدلي القيعي واحييك وبنستمتع بقدراتك التحليلية وجهة نظرك. وقبل مباراة الأهلي والزمالك في نهاية أفريقيا كنا نستشعر أن ليك وجهة نظر مسبقة في نتيجة المباراة، كيف كانت وعلى أي أساس بنيت وجهة نظرك دي؟ والله العظيم أولا قبل كل شيء اسمح لي يعني أرحب بالنادي الأهلي في جوحة العرب، ونتمنى أن تكون هذه البلد المضيافة فعل خير على النادي الأهلي ليتوج أو يكون له مسار جميل جدا إن شاء الله أكثر من السابق في المونديالتو أو كأس العالم للأندية. فيما يخص كلامك الطيب عني وعن شخصي وعن مكنوناتي للنادي الأهلي، فأولا هذا شيء طبيعي لأي جزائري أو عربي لما يكون نادي كبير كنادي الأهلي يجب أن يحترم هذا النادي، وبعدها سيتابع ثم يحترم وثم يحب. لكن قراءتي بمسار النادي الاهلي في ابطال افريقيا كانت على شقين، شق عاطفي لاني احترم هذا النادي واحبه كثيرا مثل جل الجزائريين، والشق الفني باني متابع ومحلل للدوري الافريقي والدوريات العربيه. فكان من البديهي مسار النادي الاهلي في النصف النهائي كان يستوجب تحليليا وفنيا حتى يعني احصائيا انه كان هو الذي له الافضليه في التتويج بما مقاسم بما بمباراتين الذهاب والاياب ضد الوداد المغربي، وخصوصا ان النادي الاهلي تاريخيا لما يصل النهائي امام الزمالك او يلعب امام الزمالك في اي مباريات افريقيه الا وتكون الكلمه الاخيره للنادي الاهلي. أي. يعني استندت الى الجوانب الفنيه والتاريخ. اكيد طيب. الجوانب الفنيه طيب بعد التاهل بقى الجوانب الفنيه فان النادي الاهلي في النصف النهائي سيطر ذهابا وايابا على الوداد البيضاوي. حقيقه هو قبل في دوري المجموعات لاقى صعوبات بعض الشيء، ولكن لما وصل الى اخر يعني الفينش لاين النادي الاهلي هنا ظهرت شخصيه البطل، شخصيه النادي الذي لما يصل الى مباراه نهائيه او مباراه فاصله لا يمكن الا ان يقول كلمته حتى لو كان في اسوء احواله، ولكن شخصيه البطل هي التي تفرض نفسها وتتوجه بطلا لهذه المسابقه، وهذا ما رايناه كلنا وما شهدنا عليه في مباراه النهائي امام الزمالك. وخلت القضيه ممكن مش كده؟ أكيد يعني أفشى يعني أفرح الجماهير وأعلن تتويج الأهلي ملكا في آخر يعني في آخر المباراة، وهذا يعني دليل كما قلت على شخصية البطل، لأنه هناك أندية أو فرق يمكن أن يكون لها مسار جميل جدا، ولكن هناك أندية وفرق عندها علاقة رياضية وتعرف كيف تتعامل مع البطولات الكبيرة، وهنا التاريخ هو الذي يستظهر نفسه. التجربه حتى لو كانوا لاعبين جدد ولكن يندمجون بسرعه في النادي، وهذا مثال يمكن ان اعطيه على المدرب المصري رغم انه مدرب كوب وجاء من فريق صنداونز الذي صنع امجاده، ولكن هو دخل الى قلعه الابطال قلعه التتويجات فعرف انه اتى لكي يقدم الاضافه، ولكن كذلك اتى لياخذ اكثر مما اعطى، لأن النادي الأهلي قلعة التتويجات، تاريخ كبير من التتويجات في البطولات القارية وحتى المحلية القارية وحتى الدولية، إذا شخصية البطل هي التي تفرض نفسها في هكذا منافسة. أستاذ حكيم هل بدون مجاملة هل ترى أن وجود النادي الأهلي في كأس العالم الآن يضيف زخماً على البطولة ويضفي عليها متابعة جماهيرية بشكل أكبر؟ وإذا كان هذا حقيقي مش مستند إلى عواطف الشخصية،
ما هذه الأسباب التي تدعوك إلى هذه الرؤية؟ أكيد يعني بتجريد كل عاطفة، ولكن كرياضيين وكمحللين وكأخصائيين، النادي الأهلي هو رقم لا يستهان به ويحترم في كرة القدم الدولية. من الأخصائيين العالميين لا يعرف من هو النادي الأهلي. حضوره أو مشاركته في كأس العالم للأندية هي إضافة لهذه الدورة، إضافة لهذه المنافسة. حقيقة هي ستكون المرة السابعة إن لم تخن الذاكرة، السادسة. ولكن الامتياز في هذه المنافسة أو في هذه المشاركة هي أنها ستكون في بلد عربي، سيكون هناك جماهير كبيرة سواء خارج الميدان وبأعداد معتبرة جدا، ونظرا ومحدودة كذلك نظرا للظروف الصحية والتفشي وباء كورونا وكل يعني كيف أقول لك يعني كل الظروف الصعبة اللي بنعيشها. الظروف الصعبة، ولكن التنظيم الصحي الذي قام به الاتحاد القطري والمسؤولين عن التنظيم الطبي لكي يخرجوا بهذه الدورة صحيا وتنظيميا بشكل جيد جدا. إذا النادي الأهلي الآن هو يقدم إضافة لهذه المنافسة، لأنه كذلك يمثل كل العرب، لا يمثل فقط مصر. الآن النادي الأهلي هو سفير لكل العرب، لكل الأندية العربية ولكل الأندية الإفريقية كذلك، لأنه بطل إفريقيا. نادي الأهلي أكثر نادي متوج في العالم بعد ريال مدريد بالتتويجة القارية، أكبر نادي متوج عالميا بالأندية في البطولة المحلية. إذا هو رقم كتاريخ لا يستهان به، ويرغم كل الباقي على الاحترام. الإضافة ستكون كذلك حتى الآن عائد المالي، لأنه جماهيريا النادي الأهلي جماهيريته كبيرة على كل بقاع الأرض. إذا ستكون هناك متابعة، وأظن أنها ستكون دورة ناجحة أكثر من سابقتها، لأنه في عوامل بايرن ميونخ من الناحية الأوروبية، النادي الأهلي من الناحية الإفريقية، الدحيل والسب من الناحية الآسيوية، هذو كلهم عوامل تعطي إضافة بهذه المنافسة من الناحية الفنية، من الناحية الرياضية، ومن الناحية التجارية من حيث البث المباشر لهذه المنافسة. طيب أستاذ حكيم، وأنت متابع للكرة الأفريقية، كيف رأيت تعاقد النادي الأهلي مع بيتسو موسيماني؟ لأول مرة الشمال الإفريقي يستعين بمدرب من الجنوب الأفريقي. لكي أصدقك القول، لما انسحب ريني فايل، لما انسحب المدرب من النادي الاهلي او طلب ريني فايلر السويسري، هناك عده اسامي، ونحن تطرقنا في برنامج الكره العربيه في قنوات الكاس القطريه، تطرقنا الى هذا الملف. وكان من بين الاسماء، لم يكن من بين الاسماء موسيماني، ولكن كانت المفاجاه عندما علمنا ان الاهلي تعاقد مع موسيماني. ولكن انا عندي معرفه شخصيه بهذا المدرب بحكم انني كنت ضمن الطاقم الفني لوفاق الصيف، وقابلناه عدة مرات ضد صن داونز الجنوب الإفريقي. هذا المدرب شخصية كبيرة، ملم بكل جوانب الخفية لكرة القدم ومن كل النواحي، تكتيكيا، فنيا، سيكولوجيا. يعني البروفايل الذي يحتاجه النادي الأهلي. لكن المفاجأة كانت أننا كنا معتادين على أن النادي الأهلي لو لم يستعين بالمدربين الوطنيين كان سيستعين فقط بالمدربين الأوروبيين. وهذه نقلة وضغط يعطيه النادي الأهلي لكل الأندية العربية أنه والإفريقية خاصة، أن هناك مدربين أجانب فارقة يمكن أن يعطوا الإضافة. موسيماني مدرب محترف جدا، تكتيكيا ذكي جدا، يعرف كيف يستغل كل نقاط ضعف المنافس، يقرأ المنافس قراءة جيدة، لا يترك أي نقطة إلا ويدرسها. وأنا متأكد وأنا كنت من الأوائل الذي قال أنه سينجح هذا المدرب، حتى أنهم سموني في برنامج الكرة العربية أني صديق موسيماني، ولا تربطني أي صداقة سوى أني متابع بمسيرته الرياضية متابعة جيدة، وكنت فرحا بما حققه
النادي الاهلي لانه كذلك سيطفي في ذاك اسمه الشيء الكبير. الان موسيماني اقول لو ترك يعمل 3 أو 4 سنوات سيكون هناك يعني طفره كبيره او يعيد اجيال هذا النادي الى ما كان عليه ويفرح كل عشاقه وجماهيره عبر كل البلدان العربيه. استاذ حكيم كابتن حكيم يعني نرجع لخلفيتك الفنيه بقى. بهذه الخلفيه الفنيه كيف ترى مباراه الاهلي والدحيل اللي براها انا عنق الزجاجه التي يعني اذا عبرها الاهلي نتفائل بباقي المشوار؟ والله شوف هي في الحقيقه يمكن تكون 50-50. لماذا؟ لانه النادي الدحيل الان عرب استفاقه ضعيفه، في النتائج تحسنت نتائجه، تحسن اداؤه، الونغ المهاجم الخطير الذي تم التعاقد معه سيعطي اضافه كبيره، سيكون كذلك مستفيدا من عامل الارض الجمهور، وهذا شيء لا يستهان به. الكره الاسيويه دائما في كافي هذه المنافسات تتالق لانهم بالاخير بالنسبه لهم هي منافسه لاظهار وابراز الامكانيات، وكل ما هو ايجابي في هذا الكلام. بالجانب الاخر الاهلي كونه بطل افريقيا، كونه يعرف هذه المنافسه وتجربته اكبر من الدحيل في منافسه كاس العالم للانديه، اظن انه ستكون 50-50، ولكن ستلعب على جزئيات. الجزئيات هذه هي تجربه اللاعبين، ذكاء المدرب في تسيير المباراه. يمكن ان اقول ومجرد من العاطفه هي 50-50، ولكن الاحساس دائما يمشي الى الاهلي انه لو اجتاز هذه المباراه ستكون طفره معنويه لملاقاه بايرن ميونخ، وستكون هناك كلمه اخرى وثمرة فريق اهلي اقوى وثمرة فريق اهلي ممتع. ولماذا يكرر ما عمله الرجاء البيضاوي 2013 في مقابلته لنادي بايرن ميونخ واحراجه له في نهائي كاس العالم الان. طيب على ذكر خلفيتك الفنيه كابتن حكيم، وانت مدرب حراس مرمى كبير في وفاق ستيف والمنتخب الجزائري من قبل، كيف ترى محمد الشناوي والمستوى الذي وصل اليه؟ والله شوف محمد الشناوي انا ابهرت به لكي اصدقك القول في مباراه هي كانت بالنسبه لي المعيار الحقيقي لمستوى الشناوي، وهي لو تتذكر في مباراه الابطال افريقيا ضد شبيبه الثوره في الجزائر. صحيح. لانه كان فوز الاهلي، وهناك قلت لهم انه الفريق البطل لازم يجب ان يكون عنده حارس كالشناوي في بطولات افريقيه. والشناوي كان له الاثر الكبير، وكانت له يعني اعطى دافعا كبيرا للاهلي دفاعيا، واعطى اكثر ثقه للدفاع الاهلي. واظن انه سيتالق في بطوله كاس العالم للانديه، لانه هذه البطوله يمكن لها ان تفتح ابواب العالميه لشناوي. هو شخصيه قويه، عنده كاريزما، وكما سمعت وكما تتابعت بعض الاحداث انه حتى في مباراه النهائي وبين الشوطين كان من اللاعبين الذين دفعوا بزملائهم الى المضي قدما، لانه تعديل النتيجه من طرف الزمالك جاء في وقت حرج، وكان لابد من ان يخرج من صلب المجموعه رجل قيادي كاريزما، وهذا ما قام به الشناوي. اذا الشناوي كحارس مرمى وبشخصيته اظن انه سيكون له كلمه، وسيكون هو من النقاط قوه الاهلي للذهاب بعيدا في هذه المنافسه. ما يعني برضو ما اقدرش افوت الفرصه من غير ما اسالك، كمدرب حراس مرمى كبار، الاتحاد المصري لكره القدم رفع الحظر عن استخدام حراس اجانب وسمح بهم، هل هذا يسري الحراس المرمى في مصر ام لا؟ والله العظيم شوف انا اقول لك شيء، يعني انا لا يحق لي ان انتقد قرار مثل هذا، ولكن كرايي الشخصي كان من الافضل ان لا يكون. لماذا؟ لانه حراسة المرمى في مصر هي بخير، في حراس مرمى كبار، لو انت احضرت لهم منافسه من حراس اجانب
يعني سيكون هناك ضغط لبعض الشراب، خصوصا الشباب الذين يعيدون بمستقبل ظاهر. المفروض انه لا مشكله في حراسه المرمى في مصر. لماذا؟ لانه عندك الشناوي، عندك ابو جبل، عندك حراس اخرين. يعني انا بتابع الحراس في مصر كذلك، هناك كذلك حارس ابن الحارس السابق وهو صديقي واحييه، نادر السيد اللي مستقبله زاهر. الان الاتحاد المصري كان يجب ان اقولها كذلك واعيدها، ليس من حقي ان انتقد اي قرار، ولكن كان من المفروض ان هذه الخانه تبقى فقط للمصريين، لانه مدربين حراس كبار في مصر، كونوا حراس كبار، وفي حراس شباب يعيدون بمستقبل باهر. اذا اظن انه كان من الافضل ان تبقى هذه الخانه فقط للحريف المصريين. الحقيقه احنا سعدنا بيك جدا يا كابتن حكيم، واستمتعنا بمداخلتك وبتعليقاتك وانطباعاتك الفنيه الرائعه الحقيقه. شاكرين جدا، ونلتقي على خير بعد المباراه باذن الله. اتمنى فقط ان تجمعنا فرحه نتائج طيبه وجيده للنادي الاهلي في هذه المنافسه وفي دوحه العرب. كنت اتوق أن أزور البعثة وأزور الأساتذة في الفندق، ولكن أنا كنت بتمنى أن احنا نشوفك، لكن هنعمل له كورونا بقى من فقاعة الفندق. إذا أتمنى لكم من كل قلبي النجاح، ومرحبا بكم ومرحبا بكم، وإن شاء الله إن شاء الله الأهلي سيكون خير سفير لكل العرب في هذه المنافسة. إن شاء الله. شكرا جزيلا للمحلل الرياضي الجزائري الأستاذ حكيم سبع.